سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم فيديو جديد، اليوم غدوزو معايا نهيه ان شاء الله. غنديكم معايا عند الطبيب تقريبا شهر وسيمانه، ما مشيتش عنده، يعني عطاني شهر وسيمانه ديالي. بالنسبه راكم عارفين العيد وداكشي والروينه وداكشي، ما ساليتش يعني. زيد داك السيمانه على داك الشهر، هو عطيني ماكسيمو، عطاني شهر باش نرجع عنده، باش غادي يزير ليا فمي وغادي يبدل ليا حتى اللون. المهم نهار كبير هادي جات عندي نيت الوالده، جابت بنت خالتي ويحيى، بعدا لقى معاه من يلعب، خليته مع الوالده. والمهم قالت لي الوالده سيروا عاد جو تلقاو الغدا موجود. ليلى صيبت واحد الطويجين فاعل تارك، ومني تمني جايين انا وعثمان. ليلى زيرت وقلت لي يلا معايا، ما كانش باغي يمشي معايا، قلت لي يلا معايا غير ونسني، امال فكنمشي غير بوحديتي. كنت مره كنتم عارفين كنت مشيت مع جوهر الطبخ، كنا مشينا بوشرى صاحبتي، كانت تونستني هذيك الايام، بعدا مشات تونساتني. عثمان ما كيبغيش يمشي معايا، سيرتو عند الطبيب، سيرتو هذا ديال السنان، ما عرفتش ماله، عنده شي فوبيا من السنان ما عرفتش. المهم زيرتو قلت لي يلا معايا والو تمشي معايا. صافي مشيت، مني تمينا جايين طرقنا نيت الخبز، خدينا كانت عندي ديجا نعدي الخبز ديال القمح. صافي طرقنا غير الخبز ديال الفورس جناه معانا. صافي هادشي اللي كاين البنات، نخليكم تكملوا الفيديو. يلا فرجة، شدينا الطوبيس دابا وغادي نعدو دابا باش غيزير ليا فمي. يعني غادي يصايب ليا سنانك ليا. هانتوما كتلاحظوا البنات كاين واحد، قال لي عثمان كاين واحد الفرق، قلت لي فرق في شهر؟ لا لا ما يمكنش فرق في شهر، كاين الفرق. قال لي كاين الفرق، بحال بدات كترجع لك السنه ديالك. الله اعلم، عطي الصهدر فيه ضرني بزاف. يلا بدات كتنشف ليا نتوما شويه بعدا. يلا تنوصلوها نتوما معانا. البنات يلا دخلت غير دابا انا وعثمان، صايبت سناني وبدل ليا اللون، دار ليا الاحمر انتوما، وتسنى قال لي راه بدات كترجع. سبحان الله، قال لي اول مره نشوف وحده رجعت لها سنتها. سبحان الله ما شاء الله، اللهم ها انتوا ها انتوا، كاين واحد الفرق. سبحان الله كاين واحد الفرق. لا بصحتك، لا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، خرجات في الشهر الاول شتيها، كنت تقعتها هو تعجب سبحان الله العظيم. ليا ماما ما كتحملهاش، علاش غاديه معانا للمدينه؟ هاي 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 ما خلاش ليا ما نقول ما عداك صدمتك فين ما كانتش نسيب، الله يخليها لينا. ناري ونير ونير ناري 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 ناري. اليوم هذا كان غادي يدق، اليوم كانت عندو كون سيبتو على الهضره اللي كيقول. مالها مالها وخارجه في كعانه، واش السيده كلات الكتف وكلات الكتفين والراس والفخذين، واش خلات لينا حنا؟ ماشي لا بوها. سمعي يا ماما، ماما سمعتي تخيلناش كيقول لي تعرفي لك انت انا هي لا بوها. لكن لا احسن من لا بوها ولا اسد. لكن لا بوها هادشي كتحافظ على ولادها. والله ما نكون لا بوها ولا نكون ضبعه، هادشي اللي كاين. هادشي وعطيتيه العصير، عطاتو العصير الوالده. الله يلا جاي جاي وشاد فيها في الطريق، قال لي علاش الوالده هابطه معانا للمدينه؟ قولي انت اللي تهبط للمدينه، قولي لي. لا ما كنتش انا هبط للمدينه. وناري هذا خاين هذا. تحت بعدا شي حاجه. سمعتك. انت مع بنتك، انت مع بنتك سمعتك. اييه كي دايره اختي لاباس عليك؟ بخير كتبقى زوين. عندك هاتف ليا؟ نديرو شويه البارود، اللي بغات تنقش تجي مرحبا بها عندها. الضحكه اللي مهاوشه على النقش تهبط لسيدي ودها.
الماش كاع ما كيبانو بالليل. الماش كاع ما كيبانو بالليل. عندك تخلطي ديك اسماء عندك ترونيهم. جيتي تقرب شويه شي بلان نقيسو. هاي انتوما جات غزاله النقشه بصحتك هذيك الصحه ترك حمقني النقيش انا البنات راني كتنقاش ولكن ما بقيتش كنا انا ابوكي صالحه انا كان ابو صالحه كلش كتنقاش قولي باقا نقاشه لا ما بقيتش كنقاش لعندك لا باقا نقاشه لا ما بقيتش كنقاش عندكم باقا نقاشه اللي بغات تنقش تعيط ليها وينين كانت كنقاش ولكن دابا ما بقاش داك الصبر اللي عندي ديال النقيش كيبغي الصبر صافي ما بقيتش كنقاش ولكن ما كنقش بحال هذاك كنت كنقش غير الخليجي والفاسي فقط ولكن راه غزال كتقش غزال شيكي كيجي زوين تبارك جاولك مع لي باك لي باك بالحمر يلاه باينه يضحك عليا خدينا الببوش هذا الشهر جاي ضاربني على الببوش يا راه خصو ديما لجح دم البوش علاش حيتاش كنت كنتوحمن على الببوش علاش كان كياكل الببوش رجعت لكم البنات يلا دخلنا غير دابا بدلت حويجي وارتاحيت شويه وعمرت الكويز داتاي شربنا اتاني شوف البنات كي خرجت الحنه جات غزاله فنه انا كنت حمقني الحنه دابا نخلي لكم البنات النمره ديالها في صندوق الوصف لتحت صندوق الوصف ولا نخليها لكم في جيت التعليقات اللي فين كتكتبوا الا بغات شي وحده ما تنقوش ولا هكا والله الا عرفتي من العيد ما نقش كنت باغا نقش الساعه ما لقيتش شي نقاشه يعني نقش زوين هذا راه الهند ديال البنات طيلا فكرتني في ايام نقيش ملي كنت كنقش والله كنت كنقش العرايس هذا داكشي ولكن طلع لي داكشي في الراس والله ماشي طلع لي في الراس ولا كيجيني الارهاق في هادشي ديال النقيش وداكشي صافي من تما ما بقيتش كنقش هذيك الساعه باقي كاع ما تزوجت عثمان كان كيعجبني النقيش وباقي لحد الان كيعجبني غير انا ما بقاش عندي داك الصبر ديال النقيش ونقعد نشد ليبره ان شاء الله شي نهار غنوريكم النقيش انا كنت كنقش الخليجي البنات والفاسي الفاسي يلاه كنت كنتعلم ليه ولكن الاكثر هي الاكثر هي كنت كنقش الخليجي كان كيعجبني ولكن من الهوايه ديالي كنشد كنبدا الرسم هادشي ديال الورود وداكشي كنديرهم في ورقه عزيز عليا الرسم داكشي ديال الورد عندي هوايه هادشي ديال عندي هوايات بزاف ها الرسم ها المكياج عندي بزاف كيقول لك سبع صنايع الرزق ضايع لا من الرزق ما ضايعش الحمد لله مشينا خرجنا مشينا البنات هبطنا المدينه نقشت البنت خالتي نقشت ليها في حقيقه نقشت ليها زوين تبارك الله عليها بقاشها زوين وتا الوالده ديالها كتنقشها البنات احنا ولا عندنا بحال جامع فينا تما في هذيك البلاصه عاتي الاجواء غزاله غزاله راك شفتوها في الفيديو وداك المهرجان انا كاع ما كيسحب ليا كاين حتى هبط للمدينه حتى جا عندي الوالده نيت كيما شفتوا الطاجين تغدينا ومشينا قلت لعثمان نيت يلا ندخلوا نشوفوا هذا المهرجان اش فيه وشكرا بزاف كاع المتتبعات اللي لقيتهم هنا لي خطيكم والله الا عرفتي هذا شرف ليا كبير كبير شحال من وحده تلاقيت بها وشكرا بزاف على التتبع ديالكم في القناه وعلى اللايكات واللي لقيتها كتقول لي راك تعجبيني انت وراجلك والله يخليكم ديما يعني تزيدوا القدام والله الا كتحفزونا بصراحه والكبار اللي كتكملوها فيك تقول راه كنديروا اللايك كنديروا اللايك راه باقي كاع ما كنشوف فيديو كندير لك اللايك شكرا من هنا وبغيت نشكر واحد الاخت ساكنه في الصحراء لقيتها حتى هي والام ديالها ديديكاس من هنايا اختي كنزه كنزه البحيري ديديكاس ليك من هنايا ومرحبا بك في مدينتك مدينتك هنا الصحراء مدينتك الصحراء مدينتك اسفي بحال حتى انا راه كاينه خالتي كاينه في الصحراء مهم كما قلت لكم نكمل لكم واحد المفاجاه بصراحه والله عتي حشمتني هاد السيده دخلنا وبقيت كنصور تبانت لي واحد السيده كتبيع الزيوت هادشي الزيوت ديال زيت ارغان زيت ديال اللوز راكم عارفين انا عزيز عليا هادشي تاع الزيوت كنصور تديت شارجه ليا التليفون
ويت تزيد كضحك معايا تقول لي شوفي قالت لي انا المتتبع من المتتبعات ديولك هي راه عندهم مقر هادشي ديال الزيوت كاين في صويره. قالت لي انا من المتتبعات ديولك وكنتبعك بزاف بزاف وكتعجبيني انت وراجلك في حقيقه هذا شرف ليا وشكرا بزاف بزاف. والمفاجأة بنت عطتني كادو من عندها قالت لي هذا كادو من عندي والله الا قلت لها شوفي الزهر قلت لها بغيت غير نصور نوري للبنات الزيوت هادشي اللي عندنا ديال الزيوت ديال زيت ارغان وزيت اللوز وداكشي زوين عندهم داكشي. قلت انا درت معها المره الجايه غنصور لكم تمايا داكشي البلاصه اللي كطحن فيها الزيت وداكشي. عطتني البنات كادو عرفتي حشمتني الله يكثر خيرك شكرا بزاف على هذا الكادو الزوين زوين بزاف هانتوما عطتني هذه القريعه هذه عرفتي الريحه ديالها البنات زوينه ما عرفتش انايا والله عرفتي البنات شديت بلاستيكه عطتها لي بحق قالت لي هاكي ما سولتهاش حدا سمعتها قالت لي كاين زيت اللوز وزيت ديال جوز الهند عطتني البلاستيكه صافي شديتها بحال هكا وتجيت للدار وانت جبت ما ديت ما جبت في البلاستيكه والله العظيم البنات هذه الريحه ديالها زوينه بحال ريحه الزهر. ان شاء الله ملي غنمشي غندير لكم فيديو غنعرف شنو هو هذا الشيء اللي عطاتني. المهم ان عطيه بحال ريحه الزهر وهي زيت هذا زيت درته هنا والله الا عيطت عليه تبان قلت لي اجد هذا قالت لي حقه ديال الماساج ولكن ما عرفش الماساج ديالاش واش ديال اللحم ولا ديال الوجه هذا الحاجه الوحيده اللي ما سولتهاش عليه واخا مكتوب ولكن مكتوب رقيق وما بانش ليا بزاف هنايا ما بانش ليا بزاف انا عند رقيق الكتابه رقيقه ما بانش بزاف يعني باش نعرف. المهم غنمشي ان شاء الله ندير فيديو عندها ونسول على هاد الزيوت هذا كيبان لي بحال مخلط فيه الزيوت فيه هادشي اللي بان لي انا ديال الماساج هادشي ديال الماساج هو كيكونوا زيوت مخلطه. وعطاتني جوج قريعات هادو غيكونوا هادي نورمالمون هادي غتكون ديال زيت اللوز هادي حيت اللون ديالها ديال زيت اللوز حيت انا شميته ولكن ما هذا زيت اللوز البنات على ما اظن على ما اظن وهذا زيت الكوكو جوز الهند على ما اظن حيت فيه واحد الريحه بحال ريحه الزيت ديال اللوز والله ما عرفت عرفتي بجوج دابا هاد الجوج بانوا لي ريحه وحده ما عرفتش ان شاء الله دابا تنسولها نعاود ندير فيديو عندها ونسولها صافي الله يخلف عليك وشكرا بزاف بزاف والله الا كتفرحوني بعدا كنلقاها في حقيقه تصوروا حق الله الا واحد الاحساس اللي هو زوين يعني تخرجي وتلاقاو بيك ويسلموا عليك وكتعجبهم القناه راه والله شرف ليا بزاف بزاف الله يخطيكم والله الله يخطيكم وشكرا بزاف بالعكس راني درت اخ خواتات وتصوري وحده ما كتعرفيهاش وتلاقى بيك وتعنقك وتبوسك وتقول لك راك كتعجبيني وعزيزه عليا راه واحد الاحساس تصوره والله الا تبوريشه كطلع ليا مع رجليا والله العظيم. المهم بس خيتش بكم البنات الى فيديو باجي ان شاء الله نقفل الفيديو ما بقيتش بغيت ندير لكم فيديوهات طوال حيتاش بزاف دابا كل وحده واش كتقول رجاء طولي لينا من الفيديو رجاء قصري لينا من الفيديو كل مره ندير لكم كل وحده ندير لها خاطرها مره نقصر الفيديو مره نطول الفيديو ان شاء الله. وبالنسبه للبنات اللي سولوني قالوا لي رجاء واش لي باك دروك ما ضرونيش حيتاش بدلتهم راكم شفتوني اللون ديال لي باك ما عرفتش يبان لكم مزيان درتو في الاحمر انتما وتصوروا البنات هذه تس كترجع لحطه هذه شوفوا الفيديوهات القدام وغادي تبان لكم ها انتما لاحظوا شتوها مبقاتش هذه مبقاتش طالعه بزاف حيت هذه كانت طالعه وهذه كانت هابطه والله الا رجعوا حق الله العظيم الا شي وحده عوجين ليها سنانها وبغات تصاوبو والله الا غتمشي عنده انا بعدا حسيت بواحد الفرق كبير عطيت تصوروا في شهر واحد راه هو جاتو غريبه قال لي اول مره تجيني هذه الحاله يعني دغيا قال لي يعني اللحم ديالك دغيا كيدير دغيا كيتاقلم مع لي باك وباقي غندير لي باك لهاد السنان ها نتوما هذه عندي عوجه
غادي ندير ليها لي باك ان شاء الله تنكمل بعد هاد الفاس ونرجع. الحاجه الوحيده اللي شويه عاقبتني وبرزطتني هي هاد الحديده هادي، هي اللي كناكل عليها البنات والله العظيم الى هاد العيد كامل. وخا حتى كرفصتني شويه ولكن كيقول لك راه داك المات اللي بغى زيني صبر تخرق الودني. يلا الزوينات ديالي ما سخيتش بكم، ما بغيتش نطول عليكم فيديو، وبيزو لكم كاملين وشكرا بزاف بزاف الله يخطيكم، وشكرا على التعليقات ديالكم. واللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك الى حبيتو والى بغيتو. يلا نخليكم في امان الله، سلام عليكم، تصبحوا على خير في امان الله. سلامة.